الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده يوم الاربعاء 27/12/2023. ارجو ان حضراتكم تكونوا متابعين معانا الى جانب القائنا الضوء على خدمه مهمه جدا من خدمات المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، وهي خدمه اتحبوني اللي بيبذل القائمين عليها مجهود كبير على مدار السنه، وخصوصا في المواسم وفي الأعياد، إلى جانب إلقائنا الضوء يوميا على هذه الخدمة وأين تذهب وأين توزع البركة. إن إحنا العشر أيام الأخرى من السنة بنتابع كل ملف في يوم، يعني يبقى فقرة من فقرتين الحوار، يبقى عندنا ملف مثلا عملنا إيه في الاقتصاد، عملنا إيه في السياسة الخارجية، عملنا إيه في القطاع الزراعي، عملنا إيه في الصناعة، عملنا إيه في تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، عملنا إيه في السياسة البنكية، كل ما في التموين، كل ما يهم حضراتكم بنحاول نجمله في ملفات بفقرات كده خفيفة بس تورينا إحنا ماشيين فين ومحتاجين نمشي في اتجاهات مختلفة ولا في نفس الاتجاه في العام الجديد. السنة دي احنا الحقيقة عندنا تغيرات كتير، وعندنا يعني اجباري كده عندنا حاجات كتيرة جدا مغيرة لنا الخطط اللي كان مفروض نمشي بيها، والسبب هو انه احنا عندنا مثلا حرب روسيا مازالت موجودة، عندنا حرب اسرائيل القت بظلال سيئة جدا على الاقتصاد في المنطقة كلها. لكن خلينا نشوف، احنا عندنا النهاردة مثلا الملف الأسري، هنتكلم عن اكتشافات كتير حصلت في مصر في عام 23، وهي اكتشافات مهمة، واحنا على اعتاب افتتاح ضخم للمتحف المصري الكبير في ان شاء الله 24، وان شاء الله ما يكونش متأخر، يعني يكون في أوائل 24، بس تهدى الأمور في فلسطين لأن المظاهر الاحتفالية تكاد تكون متوقفة يعني. فهيكون معانا النهاردة دكتور أحمد عامر الخبير الأسري لتحليل هذا الأمر، ونشوف أهم الاكتشافات الأسرية وكيف استفادت أو تستفيد منها مصر اقتصاديا. كمان هيكون عندنا فقرة حوار أخرى بس هتكون عبر تقنية زوم مع دكتور محمد اليمني نائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات، للحديث عن المبادرة المصرية اللي كلمت حضراتكم عن شذرات منها، نتكلم عنها بالتفصيل بقى. مبادرة مصرية جديدة لإحلال السلام في فلسطين، وفيها ملامح محددة، فيها ثلاث خطوات كبار، مراحل، يعني بنحاول ننتزع الموافقة عليها من أجل حياة إخواتنا في غزة أو في فلسطين بشكل عام. دي فقرة الحوار التانية. خلينا نبتدي أخبارنا مع استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بمطار القاهرة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن الشقيق. وبعد اللقاء في المطار القاهرة اصطحبوا لقصر الاتحادية، حيث عقد الزعيمان مباحثات رحب خلالها الرئيس بجلالة الملك، وأعرب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين. الزعيمين استكشفوا سبل تطوير العلاقات وفتح أفاق جديدة لتعزيزها بمختلف المجالات، والمباحثات بالطبع لابد أن تتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الزعيمين رفضهم التام لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم حتى داخليا لتغيير الطبيعة الديموغرافية لأرض فلسطين. تعالوا نشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
سيد الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، حيث أبدى الزعيمان تقديرهما لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، حيث أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو نزوحهم داخلياً، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وعقد انتهاء المباحثات حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية من مطار القاهرة الدولي. دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، تحياتي لحضرتك ومشاهدينك الكرام. دكتور محمد، أشعر أن مصر والأردن يعني تعزفان نغمة تبدو نشازا أمام العالم كله، ما فيش إلا إحنا والأردن اللي بنتكلم في حل نهائي، العالم كل يوم ما يتكلم يعني ويصعب عليه قوي الدم اللي عمال يسيل ده انهار يقول لك دخلوا مساعدات، لا في ادانه لاسرائيل ولا في حديث عن وقف دائم لاطلاق النار ولا في حديث عن هدنه شامله ولا في حديث عن مفاوضات مباشره بين الطرفين. تعليق حضرتك ايه؟ تحياتي لحضرتك. في البدايه اعتقد يعني ان العالم حاليا يتحدث في نفس الطرح المصري، يعني يمكن مسألة ان يكون مصر والاردن فقط، لا، في حاليا العالم كله بدأ يتجه نحو نفس الطرح المصري والاردني. خليني ادلل لحضرتك بعدة امثلة. حاليا ما يتعلق بالدول الكبرى زي الصين وروسيا، عندما ذهب اليها وزراء الخارجية العرب في جولات مكوكية طرحوا نفس الفكرة، فكرة ان يكون هناك شراكة دائمة في عملية السلام وان يكون هناك حل للدولتين. ادي الصين وروسيا. ما يتعلق منه بفرنسا، تجد ان فرنسا التي تساند اسرائيل وتتحدث عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها تجدها ايضا تطرح مسألة حل الدولتين. تجد ان الدول العربية كلها تتمسك بمسألة حل الدولتين، لان طبعا من 7 اكتوبر الماضي حتى تاريخه اعتقد ان القضية الفلسطينية يمكن عانت كثيرا مما يتعلق بالقتل والتدمير وايضا هدم البنية التحتية وكل ما إلى ذلك، وأعتقد أن صورة إسرائيل حتى اهتزت كثيرا، بمعنى أن القوة العسكرية الإسرائيلية اللي إسرائيل كانت بتراهن بها دوما على قوتها ونجاحها أعتقد أنها يعني يمكن تذبذبت أمام العالم كله، بمعنى أن كيف يكون هناك نوع من عدم الندية في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وبين حماس، وحماس تصمد بهذه الصورة الرائعة. طيب خليني أسأل حضرتك عن دلالة زيارة جلالة الملك عبد الله وهي زيارة مكوكية كده زي ما بنتابع، يعني ايه اختيار التوقيت وايه الدلالة اللي حضرتك تستخلصها من هذه الزيارة، فضلا عن الكلام العادي بتاع الاستهلاك الاعلامي يعني وتعزيز الشراكة بين البلدين والكلام ده العظيم لكنه شغال مش محتاج زيارة من هذا النوع الحساس؟ يعني طبعا مصر طرحت مبادرة هامة جدا ليه
مسألة حل القضية الفلسطينية من ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو هدنة لمدة أسبوعين، ثم بعد ذلك يتم الدخول في مسائل خاصة بالعملية السياسية، ثم الوصول إلى هدنة دائمة. الطرح المصري ده كان أمس امبارح، وبالتالي طبعا الأردن عندما يحضر الملك عبدالله اليوم لأولا للتناقش حول هذه الهدنة، ومسألة أيضا التباحث حول ما يمكن عمله من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي، لأن حضرتك كما تعلم أن مصر والأردن من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في عملية السلام في الشرق الأوسط وفي أيضا القضية الفلسطينية. طيب خليني أسألك برضو أخيرا عن طبعا المبادرة تخص مصر والأردن جدا، لأنه إسرائيل بتحاول الضغط في الشمال الشرقي على الفلسطينيين في الضفة الغربية يزق ناحية الأردن، وفي الجنوب يزق على مصر من رفح الفلسطينية الرفح المصري. لكن في النهاردة اتفاق ما بين الرئيسين الزعيمين على حاجة يمكن جديدة برضو، فكرة رفض التهجير من مكان لمكان، يعني تغيير القيم الديموغرافية بتاعت فلسطين. عايز اعرف تعليقك على الحكاية دي. حضرتك كما تعلم ان لو احنا نقلنا الفلسطينيين لمكان اخر اذا تم تصفية القضية الفلسطينية، والا كان على سبيل المثال اوكرانيا نقلت لمكان اخر وتم انهاء القضية الروسية الاوكرانية، تايوان نقلت لمكان اخر وانتهت القضية الصينية التايوانية. وبالتالي فانا اعتقد ان مسألة تهجير الفلسطينيين هي مسألة مرفوضة، يمكن مصر طرحتها من بداية 7 اكتوبر، كذلك الاردن طرحت مسألة رفض تهجير الفلسطينيين ونقلهم من مكانهم لمكان آخر، لأنك تتحدث عن تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها من خلال نقل السكان. حتى لو تتذكر معي تجد أن الجامعة العربية في وقت من الأوقات كانت تمنع من تجنيس الفلسطينيين بجنسيات الدول التي انتقلوا إليها حتى لا تفرغ القضية الفلسطينية حتى من يظل محتواها. الشعب هو فلسطين والأرض بالضبط تنتظر رجوع شعبها. بشكرك جدا دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. روح مع حضراتكم لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي بيرأس اجتماع المجلس النهاردة، ويؤكد خلاله الحرص على إقامة شراكات مع القطاع الخاص وعمل الحكومة الدؤوب في هذا الملف. الاجتماع عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة مقر مجلس الوزراء، واستهل دكتور مدبولي الاجتماع بتهنئة الرئيس والشعب المصري بقرب حلول العام الميلادي الجديد. تطرق الحديث عن لقاءات ومحادثات مهمة أجراها سيادة الرئيس الأيام الماضية وشراكة مع القطاع الخاص، مؤكد دكتور مصطفى حرص الحكومة على هذه الشراكات ما يخدم الاقتصاد الكلي للبلد. ومجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات، منها الموافقة على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية قناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات، والعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير. أستاذ عيسى مرشد مدير تحرير جريدة الأخبار، مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. يعني في رأي حضرتك مشروع لو يعني تتكرم علينا بتفاصيل أكتر وبعدين نعرف رأيك في مشروع شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وممكن يضيف إيه لمصر؟ أنا عايز أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام أن اجتماع مجلس الوزراء النهاردة يعتبر خطوة مهمة لدخول العام الجديد والجمهورية الجديدة التي شهدت نجاحات كبيرة في كافة المجالات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الأفريقي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. كل هذه الأمور تطب في صالح المواطن المصري وتعمل على تنمية مستدامة لبناء مواطن مصري ينتقل إلى العالم الرقمي، وده بيعتبر خطوة. عيسى أنا عايز أستأذن حضرتك بس خلينا في البوينت اللي حددناه لأن مداخلة عندي مدتها 3 دقائق وإحنا لسه ما اتكلمناش في الموضوع. اتفضل. حاضر. مجموعة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء النهاردة ودي بتدعم برنامج التعاون بين مصر والعديد من الدول، فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء
شراكة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة. أي. تطوير الريف المصري بصورة متكاملة والقضاء على الفقر، وده بيعتبر خطوة مهمة على الطريق الخاص بهذه الأمور. على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة غير متداولة. فئة الجنيه الأحمر بتعمل شعار قادرون باختلاف، وده بيعتبر تطور مهم وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، ووجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب الرياضة على الاحتفاء بجميع المؤسسات الدولية الخاصة بذوي الهمم، وده بيعتبر عام مهم جدا في هذه المرحلة. وأنا بعتقد قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عدد من 3 ملايين قرص من العملات المعدنية خطوة مهمة لتحمل ما عيد الشرطة بمناسبة مرور 72 عاما عليه، وده بيعتبر بالتعاون بين الوزارات المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي. طب أنا بشكر حضرتك يا أستاذ عيسى، مدير تحرير جريدة الأخبار الأستاذ عيسى مرشد، بشكرك. وللأسف ما تكلمناش في المشروع الرئيسي اللي كان نفسنا نعرف تفاصيل عنه، لأن تعالوا نروح لخدمة أتحبني، لأن احنا عندنا النهاردة موضوع مهم وفي تفاصيل أكتر عن الخدمة. في قافلتان انطلقت، واحدة اتجهت لبرشية بيبا والفشن وسموسطة في محافظة بني سويف، و الأخرى لإبرشية الشرقية والعاشر من رمضان. القافلة المتجهة لبيبا والفاشن بدأت تتحرك 12 بعد منتصف الليل، والحقيقة وإحنا مروحين بعد الهواء امبارح شفت زملائنا وهم يعني بيجهزوا نفسهم عشان يبتدوا لرحلة طويلة الحقيقة، وبدأت توزع البركة الساعة 8 الصبح. كل أسر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة الرجاء لمرضى الأمراض المستعصية والمزمنة، وكان خط السير من عزبة جرجس دوس لنزلة حنة لقرية جليلة، وبعدين الطريق الصحراوي الغربي، وبعدين قرى كوم الرمل وشنرة، وختاما عبده بميخائيل وقرية 2. ده جزء فقط وحيد، يعني جزء أول فقط من التوزيع للإبرشية، وهتستمر الخدمة حتى عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس للوصول لكل القرى والمراكز. القافلة التانية بقى اللي راحت الشرقية والعاشر من رمضان، تحركوا 6 الصبح، اتقسموا لقطاعين، قطاع بلدة أولاد صقر، ودي فيها 8 كنايس، دي كبيرة قوي قوي لأن فيها 8 قرى الحقيقة، وأنا زرتها أكتر من مرة زي ما زرت كتير من القرى اللي جبنا اسمها قبل كده في بيبا والفشن. قطاع كفر صقر، بلدة أولاد صقر فيها كنايس ماري جرجس، عزبة ميخائيل مرهم، وكنيسة أبس خيرون القليني، عزبة قرية المناشي، قديس البابا كيرولوس الشوافين، ماري مينا، وكنيسة الشهيدة رفقة بالعينات. أما قطاع كفر صقر فيشمل عزبة بخوم وعزبة أيوب، أبونا القس برسوم حلمي كاهن كنيسة القديس أنبا بولا، وقديس سمعان الخراز بالفخورة أولاد صقر. مساء الخير يا أبي. سلام النعمة أستاذ إيهاب، كل سنة وقوتك طيب. وأنتوا طيبين، ربنا حفظ عليك يا رب. يعني فرحنا كده بمدى سعادة المستهدفين من الخدمة، وإخواتنا الحلوين اللي تلقوا البركة النهاردة من خدمة أتحبني. صراحة احنا القطاع بتاعنا في حوالي 253 أسرة تقريبا. القطاع ده كله اتوزع كله النهاردة، كله النهاردة مجهود جبار من مجموعة أتحبني، هم لحد دلوقتي تقريبا لسه ما روحوش يعني. كل الناس اتجمعت واخدت البركة بتاعتها، كلهم كانوا فرحانين. عايز اقول لك احنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة. واحساس الناس دي ان الكنيسه حاسه بيها. أيوة. ودارينا باحتياجها، وكمان ان خدمه أتحبني مصره انها توصل لكل واحد فيهم. احساس ومنتهى الجمال، ادي الناس حاسه ان الكنيسه واقفه جنبيها. طبعا بنشكر ربنا.
على محبته وعطاياه. نشكر سيدنا البابا اللي بيتابع خدمة إخوة الرب، ونشكر سيدنا الأبا مقار اللي ما بيسيبش حد من إخوة الرب غير لما يكون دريان بيه وعارف احتياجاته ويحاول يسدها. نشكر سيدنا الأنبا أرمية اللي مجهوده شامل كل الكرازة، صراحة فرحة الناس ما تتوصفش. نشكر ربنا على محبتهم، مجهود غير عادي. بشكرك جدا يا أبي الحبيب أبونا القس برسوم حلمي، كانت نيسة الأنبا بولا وسمعان الخراز بالفخورة أولاد صقر. معايا كمان أبونا القنبس جوارجي وديع ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مريمينا بعزبة جرجس دوس. سلام يا أبي. سلام يا أستاذ. أهلا بقدسك، كل سنة وأنت طيب وحشتنا. الله يخليك يا أستاذ، ربنا يخليك يا حبيبي. يعني أنا بس نفسي أعرف تقييم قدسك كده للخدمة وفرحة الناس وتعب الزملاء الخدام في خدمة أتحبني. انا حاسس بجد خدمه حبني بتخدم في ما في برشيد بيبا والفاشن في خمس مجالات. اول مجال هو خدمه الحضانات، بتخدم الحضانات، بتقدم ملابس وتقدم شنط وتقدم مأكولات، وبيعملوا يوم جميل جدا للحضانه لاطفال الحضانه. تاني مجال حضرتك خدمة السراير. بيقدموا سراير للأسرة اللي هم المعدومين ما عندهمش سراير فعلا، ويجوا ويقدموا سراير ومراتب ومخدات و... الله دي حاجة جميلة وواطية. حاجة جميلة خالص خصوصا في الشتاء اللي احنا فيه ده. تالت حاجة السهاد بتقدم خدمة المدارس. خدمة مدارس بتبقى كل سنة بيجيبونا أدوات مدرسية وكشاكيل وشنط، ده بالنسبة لخدمة المدارس. وأحيانا طبعا بيقدموا حاجات تانية للملابس طبعا في المدارس. وبيقدموا كمان الخدمة الجميلة كمان خدمة الأعياد. في عيد الميلاد وعيد القيامة بيقدموا يعني ملابس اعدادي وثانوي وجامعه، ويقدموا اللي هي كرتونه تحت حبني دي للمجموعات كتيره وكنايس كتيره عندنا في البروشيه. بركه كبيره قوي. يعني حوالي 20 كنيسه يعني دلوقتي حاليا، وبيتوسعوا اكتر في مجال ايه الخدمه. اخر حاجه النهارده يعني افتتحوا حاجه جديده هي خدمه الفئات الخاصه. اللي هي ذوي الهمم يعني الاحتياجات الخاصه. الاحتياجات الخاصه. بيقدموا خدمه لاربع قطاعات، اللي هو المعوقين حركيا وذهنيا ومكفوفين وصم. هايل. يعني النهارده قدموا حوالي 515 كرتونه تحبني للقطاعات لاسر المخدومين دول. بشكرك جدا ابونا الحبيب. شكرا جزيلا ابونا القمص جوارجي وديع ميخائيل كاهن كنيسه الشهيد العظيم مريمين عزبه جرجس دوس بالفشن. معايا ابونا الحبيب القس لؤى عدلي كاهن كنيسه القديس لؤى الطبيب بالفشن. سلام يا ابي. سلام يا استاذ ذهاب، ازي حضرتك؟ اهلا بقدسك، كل سنه وانت طيب يا ابي. وحضرتك طيب وكل المشاهدين الكرام طيبين. يا رب دايما ولادك فرحانين وحاسين بتواصل الكنيسه معاهم وخدمتها ليهم. طبعا هم فرحانين وكانوا مبسوطين جدا اليوم. ولادنا من أسرة المنتصرين لذوي الاحتياجات الخاصة. والخدمة كانت أول مرة تنزل عندنا الفشل، والخدمة بتخدم قطاعات كبيرة وأعداد كبيرة عن مركز الفشل وقراها. بتخدم أكثر من حوالي 450 مخدوم. ده عدد كبير. بس أنتوا يا بونا اللي عاملين الأسرة دي مسمينا أسرة المنتصرين. تمام. لكن دي أسرة يعني، هل بتقدر تدي كلمة روحية لكل أنواع الإعاقات دي في نفس الاجتماع واحد، سواء كانت ذهنية حركية سمعية بصرية؟ طبعا يا استاذ ايهاب، لأن احنا مقسمينهم لقطاعات. أيوة بالظبط. وكل قطاع ليه أمين خدمة. بالظبط. أمين القطاع ومعاه مجموعة من الخدام متدربين على أعلى مستوى علشان يقدروا يتعاملوا مع كل مخدوم في الإعاقة بتاعته أو في الاحتياج بتاعه. وعندنا كمان مدرسة صباحية، دي خدمة صباحية معمولة، دي بتخدم برضو نفس القطاعات في منهج أكاديمي للقراية والكتابة
دي بالنسبه للحركي أيه. ويتعلموا زي بره بالظبط. عندنا برضو منهج للمكفوفين عن طريق براير، وعندنا للصم برضو منهج. المدرسه الصباحيه ليها انشطه اشغالات يدويه كتيره، اركيد حلوه خالص، نحت، صب، بوليستر، تريكو، كروشيه. عندنا كمان اكسسوارات، عندنا كمان. ابونا انتوا بتخدموا يعني كم اسره عموما في القطاع بتاعكم؟ يعني 450 أسرة. يعني لا أقصد أقول يعني نسبة هؤلاء للأسر الإجمالية تعتبر قد إيه؟ لأن أنا حاسس إن ده رقم كبير خالص. طبعا رقم كبير يا أستاذ إيهاب، لأن أنت عارف يعني يعتبر كل بيت، يعني مش كل بيت، يعني أغلب ذوي الاحتياجات الخاصة بقوا يعني موجودين في البيوت كتيرة، اللي عنده إعاقة. ما هو ده اللي أنا بحاول أفهمه. يعني ليه الرقم بقى كبير كده؟ يعني أنا في حد قال لي رقم أفزعني مثلا بالنسبة للتوحد، قال لي مش عارف 20-30 ولا 20 كام، هيبقى في 1-2، يعني كل طفلين بيتولدوا هيبقى في واحد عنده توحد. فإيه إيه السبب التوحش العجيب ده للأمراض والإعاقات؟ اكيد في حاجات في الجينات، حاجات في الوراثيه، حاجات في الهواء، حاجات في الاكل. في الاكل. طب قول لي يا ابي، يعني مدى سعاده اولاد قدسك من ذوي الهمم ايه النهارده بالبركه اللي جات لاسرهم؟ صدقني كانوا مبسوطين جدا جدا جدا، وكانوا فرحانين، وكلنا لمسنا هذه الفرحه على اعضاء المسيح المجروحه في جسد المسيح واولاد الملك، وكانوا فرحانين جدا. بركة. وبالمناسبة دي أنا أحب أشكر نيافة الحجر الجليل أنبا أرمية والقائمين على خدمة أحباني، بصراحة بذلوا مجهود جبار معانا اليوم وتعبوا جدا جدا جدا، فاحنا بنشكرهم جدا يعني. ربنا يبارك في العمل. أمين. ويوسع التخوم. أمين أمين. شكرا جزيلا أبونا الحبيب القس لؤي عدلي كاهن كنيسة القديس لؤي الطبيب بالفشل، ونشكركم على الإطلالة السريعة ديت على خدمة أحباني. تعالوا نخرج لفاصل قصير ونرجع نكمل أخبارنا. أهلا بحضراتكم، معانا نكمل أخبارنا. نروح للسودان وبالتحديد مدينة ود مدني، اللي يعني وصل إليها القتال والنزاع في السودان، واستطاعت سفارة مصر في السودان إجلاء 18 طالب وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في هذه المدينة بولاية الجزيرة السودانية اللي امتدت إليها زي ما قلت لحضراتكم الاشتباكات المسلحة. الخارجية المصرية وضحت أنه تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب من المدينة وصولهم سالمين لمقر القنصلية في بورت سودان، ثم تسفيرهم للحدود المصرية وصولا لأرض الوطن، وتهيب الخارجية بكل المصريين بكل الولايات السودانية حتى التي لم تطلها الاشتباكات بالإسراع بمغادرة السودان وعدم سفر أي مواطن مصري إليه حاليا تحت أي ظرف. أستاذ رامي زهدي الخبير في الشؤون الإفريقية، مساء الخير يا فندم. الخير يا فندم، اهلا وسهلا. يعني في رأي حضرتك الاوضاع مرشحه لاستمرار التدهور بناء بقى يعني بما انه الخارجيه المصريه قالت ما حدش يروح السودان مؤقتا لغايه لما الاوضاع تهدى، واللي موجودين هناك اللي يقدر يرجع يرجع بسرعه؟ هو الحقيقه استمرار تردي الاوضاع في السودان بيزيد اعباء اضافيه على الدوله المصريه اللي منذ بدايه الازمه بتعاني، علشان كل التأثيرات اللي بتحدث في السودان بتؤثر على مصر. كان منها أخيرا يعني إجلاء الرعاية الطلاب المصريين اللي كانوا موجودين في ولايات آمنة بعيدة عن القتال أو الاقتتال، لكن دلوقتي دائرة القتال بتتسع وتوصل لولاية الجزيرة وود مدني، وبالتالي الدعوة المصرية كانت دلوقتي إن كل الموجودين في ولايات أخرى اللي رفضوا قبل كده مغادرة السودان لأنهم كانوا آمنين أصبحوا الآن في موضع خطر مع احتمالية توسع دائرة الحرب. يعني حضرتك احنا امبارح كان في لقاء ما بين البرهان وما بين حميداتي، وكنا متخيلين ان الامور بعد المبادره اللي اتقدمت واللي يعني ابدوا ترحيب ان هم يوقعوا عليها الاطراف
يعني قلنا ده الامور بتسير الى افضل، فاذا بالامور تشتعل اكتر، ولا ايه راي حضرتك؟ الحقيقة هو الوضع الميداني على الأرض يعني غامض ومتداخل جدا، وينفصل كثيرا عن محاولات التدخل أو الحل أو مبادرات الإنهاء الأزمة. دي بتمشي في طريق ودي ماشية في طريق تاني. القتال لم يقف على الأرض طوال الوقت وبيتسع، ده بالعكس بتتدخل في أطراف أخرى خارج دائرتي الصراع، يعني قبائل وعشائر بتتدخل في الصراع، وده الامر الاخطر في الازمه دلوقتي. ايوه، بشكرك يا فندم جدا على وجود سعادتك معايا استاذ رامي زهدي خبير الشؤون الافريقيه، شكرا جزيلا. واروح معاكم الحماس اللي نفت صحه تصريحات ايرانيه بشان دوافع عمليه طوفان الاقصى. المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني كان ليه تصريحات قال فيها ان طوفان الاقصى عمليه من عمليات الثأر لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني، واللي اعتقد ان هم اسرائيل قتلته في لبنان على ما اعتقد، او في سوريا عفوا، في سوريا. حماس بتؤكد ان دوافع طوفان الاقصى في مقدمتها الاخطار التي تهدد المسجد الاقصى، وتشدد على ان كل اعمال المقاومه الفلسطينيه ردا على وجود الاحتلال وعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقدساته. يعني ما هياش بتحارب بالوكالة عن حد. ده اعتقد الرسالة الاهم اللي حماس حبت ان هي تقدمها. طيب، ميتشيغن الامريكية، المحكمة العليا في ولاية ميتشيغن ترفض اقصاء ترامب من انتخابات الرئاسة المقبلة. قضت المحكمة العليا في ولاية ميتشيغن الأمريكية برفض إقصاء، طبعا دعوة بتطالب إقصاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أيام من حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو باستبعاد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية العام المقبل، بسبب ما أسمته محكمة كولورادو دوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس عام 21. يعني قبل ما يعني نخش تفاصيل الموضوع ده، مليان تفاصيل خاصة أولا بتهديد ترامب لبايدن في الانتخابات القادمة بقوة، اتنين الاستقلالية النوعية أو الموجودة في أمريكا للقضاء بخصوص كل ولاية عن التانية، ربما ده يقول له ما تخشش انتخابات تمهيدية عندي وده يقول له خش. تلاتة الوضع العام لبايدن بعد بيسموها ايه الاخفاقات المتوالية في السياسة الامريكية الخارجية، وعلى رأسها مساندة اسرائيل بلا يعني عقل ولا روح ولا انسانية ولا اي شيء. يعني فباتت الامور قاب قوسين او ادنى من انتهاء هذا الرجل من الاستمرار في السلطة في الانتخابات المقبلة. تعالوا نرجع مصر في خبر مهم جدا لابد أن يكون لدينا منه الكثير، وهو الفساد اللي بيضبط أكتر من قضية بخصوص وزارة التموين. هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي اللي هي أصلا معمولة علشان توصل السلع للأماكن اللي ما فيهاش مجمعات بنطاق القاهرة، ومسؤول مشروع الجمعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين والعضو المنتدب المالي بالشركة، كل دول تلعبوا في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بالقاهرة. أفادت وزارة التموين أنه تم إحالة هؤلاء جميعا لنيابة الأموال العامة وجاري التحقيق معهم، وقالت ان ده في اطار تشديد الرقابه والتنسيق المشترك بين الوزاره وجميع الاجهزه الرقابيه. انا عندي سؤال بخصوص هذا الموضوع، يعني هل هذه الاعداد اللي بتضبط مش بتاثر على قوام سير العمل في وزاره التموين؟ وهل احنا محتاجين دراسه يعني مينستري اديوكيشن كده زي السوسيولوجي كده، دراسه خاصه بالمجتمع الموجود في هذه الوزاره والهيئات المتعامله معها اذ كثر كشف الفساد فيها؟ ما ينفعش ان احنا نفضل نتصرف على انه عادي طبيعي ما فيش حاجه، على راي الله يرحمه الفنان عادل انور، يعني كانه ما فيش حاجه بتحصل، يعني عادي، يعني ما في كل حته في فساد وكل حته بيتمسك ناس. لا،
الموضوع مش كده، الموضوع يخص أقوات المصريين من العلف للسكر للبطاطس للبصل لالله أعلم إيه اللي جاي. عايزين وقفة ومن أول السطر. أقولها تاني، عايزين وقفة ومن أول السطر. أروح معاكم للشعبة العامة للذهب اللي بتقول إنه تراجعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق. تواصل أسعار الذهب الانخفاض اليوم لتسجل 3220 جنيه للجرام عيار 21، 3330 وهو سعر إغلاق أمس العيار. أكيد مش عارف هل هو نفس العيار، يعني مش عارف. هاني ميلاد رئيس الشعبة بيقول في توقعات بانخفاض الأسعار مع بداية موسم أجازات منتصف العام واستفادة الوافدين من الخارج من قرار رئيس الوزراء الخاص بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية. نتمنى أن يكون هذا الخبر خبر يعني طيب للي بيحبوا الذهب أو اللي عندهم استعداد يشتروا الذهب في الفترة القادمة. خلينا نروح مع حضراتكم للأكاديمية العسكرية اللي بتستقبل طلبة جدد مقبولين في الأكاديمية. نشوف تقرير وزارة الدفاع وفقرة إعلانية ونرجع مع حضراتكم بفقرة الحوار الأولى عبر تقنية زوم مع دكتور محمد اليمني حول تفاصيل مبادرة مصر الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة. حضراتكم معانا الأولى فقرات الحوار لهذا اليوم عبر تقنية زوم. شرفني يكون معايا دكتور محمد اليمني نائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور أستاذ إيهاب، تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. خلينا ندخل على طول في مراحل المبادرة وطبيعتها، المبادرة الجديدة المصرية ل يعني وقف إطلاق النار في غزة إذا ربنا وفقنا كمصريين في هذا المجال يعني. اللهم أمين. أكيد نتمنى بأن هذه المبادرة المصرية والجهود المصرية التي تبذل على مدار 82 يوما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة المستويات أيضا الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، الجهود المصرية متواجدة ومتواجدة للجميع. هذه أيضا النقطة الأهم، لأن هذه المبادرة هي من ضمن أهدافها والأهداف الأهم والأولويات الأهم لدى القيادات المصرية وكذلك أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وقف إطلاق النار. وعن يعني هذا الهدف إذا أردنا أن يتم على أرض الميدان لابد من التواصل بين القيادات في حركة حماس وكذلك أيضا القيادات في الجيش الإسرائيلي. هذه أيضا نقطة يعني يلعب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأونة المقبلة أو حتى الأونة الماضية، هذه أيضا نقطة. ولكن لابد أن نقول بأن يوجد إيجابيات كثيرة جدا في هذه المبادرة، هذه أيضا نقطة. النقطة التي تليها بأن يوجد اعتراض، يعني خلينا نتكلم بكل شفافية وكل صدق بأن يوجد اعتراض من قبل بعض القيادات في حركة حماس على بعض البنود أو بعض الشروط. يعني هو ما وصلنا إليه حتى الآن هو ترحيب الحكومة الفلسطينية وإعلان إسرائيل أنها تدرس المبادرة، لكن خلينا نسمع من حضرتك رأي حماس حتى الآن. فضل. يعني رأي حماس بأنها لا تريد تسليم الرهائن المدنيين بالكامل، تريد بعض الرهائن المدنيين كما حدث أيضا في الهدنة السابقة وتم الموافقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن لابد أستاذ إيهاب أن نوضح نقطة مهمة جدا بأن الإدارة الأمريكية كان لها عامل كبير جدا. نعم جهود مصرية قطرية يشكر عليها، ولكن لابد أن نسلط الضوء على القرارات المصرية من قبل الإدارة الأمريكية.
وأنا أيضا قلتها مرارا وتكرارا بأن الدولة الوحيدة في العالم القادرة على التأثير والقادرة على وقف إطلاق النار والقادرة على أكثر من هدنة في هذا التوقيت سواء على الأدوات والوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كما نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي مع الاحتلال الإسرائيلي قلبا وقالبا وتدعم هذا الأمر. طب إيه القرارات المصرية إذن اللي حضرتك تتحدث عنها دكتور محمد؟ يعني إيه القرارات المصرية اللي اتخذتها أمريكا ممكن تحلحل أو تؤجج الصراع في المنطقة؟ أستاذي الكريم، يوجد كما ذكرت، حتى لو أعيد الكلام مرة أخرى، ولكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل هذا في هذا التوقيت. لماذا؟ لأن الذي تم في 7 أكتوبر هي سمعة الاحتلال الإسرائيلي انهارت تماما، سمعة الاستخبارات، سمعة أيضا الجيش الإسرائيلي، وهذا إن دل يدل على ضعف أيضا الولايات المتحدة أوكي الأمريكية. يعني ما فيش قرارات تاريخية ولا حاجة غير الدعم، الدعم غير المشروط الدائم الأعمى لإسرائيل. طب خليني أسألك عن الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية بغزة. احنا عندنا مشكلة، حماس رافضة ان هي تقصى من حكم غزة، واسرائيل مصرة على ان حماس ما تحكمش غزة. هل البند المتوسط ده يعني ممكن يكون يلقى قبول من كل الاطراف؟ يعني هذا البند هو يعني ممكن وارد استاذ ايهاب، ولكن بالنسبة لحركة حماس وقراءتي للمشهد وقراءتي للحرب على أرض الميدان وعلى جميع الأطراف أو الطرفين سواء الاحتلال. أقبل بهذا الأمر، إن حركة حماس تعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الأهداف المتواجدة. نعم يوجد أهداف معلنة ومعظمها معلنة، لا يوجد أمر الآن ليس معلن لدى منظمة حماسا والقضاء عليها سياسيا وعسكريا، ليس فقط عسكريا، ولكن على مدار 82 يوم أستاذي الكريم الاحتلال ليس قادر أيضا على القضاء على حق المستوطنين في غلاف غزة. هذه أيضا جزئية، الجزئية الأهم بأن يوجد بعض القيادات. أستأذنك تفضل. خليني أكلمك عن موضوع الرهائن ده. الحقيقة الموضوع ده رغم انه يعني هو تفاصيله موجودة في المبادرات الكثيرة اللي بتتوالى لوقف اطلاق النار، يعني عايز اقول انه الموضوع مش مقنع لسبب، لان انت النهاردة بتقول لي خرج لي 40 وهم هيخرجوا 120، هم عندهم اكتر من 7000 في السجون الاسرائيلية، بيطلعوا الضفة الغربية ينشوا كل اللي فيها بالالافات بدون قضايا بدون مشاكل بدون ما يكون أصحاب هذا الاعتقال عملوا أي حاجة، هو كده وخلاص. فدلوقتي أنت عملت بتجبرهم على أنهم يفرجوا عن الناس وهم بياخدوا ألفات في المقابل، فمش هتخلص الحكاية. إيه رأيك في القصة دي؟ على نقطة مهمة جدا، حركة حماس تنظر إلى ورقة تحرير الرهائن بأن، ولكن كما ذكرت في بداية الحلقات لابد أن حركة حماس تنظر إلى المصلحة العامة، المصلحة نظرنا في الواقع الآن سواء في قطاع غزة سواء في الشمال سواء في الجنوب، لابد من وقف إطلاق النار. لأن لك أن تتخيل أستاذ إيهاب على مدار الساعات الماضية وأيضا المقبلة يعني عدد الشهداء يزداد، يعني أكثر من 21 المتواجدون تحت الأنقاض. هذه أيضا نقطة مهمة، ولكن حركة حماس تتحدث من منطلق القوة وتتحدث لأن لابد من ولكن أستاذي الكريم الحقيقة أنا بيفوتني أجزاء من الجمل بسبب ضعف الإنترنت، لكن يعني بحاول كده أخطف. أرجو من السادة المشاهدين كمان يكونوا معانا، يعني حتى فكرة الكل مقابل الكل اللي بتطرحها حماس، خلاص اوكي، وتبييض السجون الاسرائيليه من الاسرى الفلسطينيين، هيخرجوا وبكره يروحوا قابضين على الافات غيرهم، لكن ما علينا. خلينا نتنقل لنقطه ثانيه وهي خاصه بالمرحله الثانيه من المبادره المصريه، فكره اقامه حوار وطني فلسطيني برعايه مصريه.
وده الحقيقة يعني ده دائم بيحصل في مصر. لكن هل تتصور حضرتك أنه ممكن تنتظم حماس بعد ما حققت من وجهة نظرها انتصارات جبارة يعني تنتظم في سلك الحكومة الفلسطينية وتكون جزء من الفصائل في حوار وطني دون أي تمايز دون أي وعد بحكم مطلق لغزة أو غيره؟ نتمنى ذلك، ولكن رؤيتي في الأونة المقبلة لم يتم الموافقة من قبل حركة حماس برغم الضغط المصري، لأن إذا تكلمنا عن الدور المصري له قبول غير عادي سواء للسلطة الفلسطينية سواء لحركة حماس سواء أيضا الجهاد الإسلامي لمعظم الفصائل المتواجدة في الداخل الفلسطينية، يعني يتلقون كل التصريحات وكل الدعم من قبل الجانب المصري وعلى رأسهم أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي. حتى كنت أتحدث معك منذ قليل وأتحدث معك على نقطة مهمة جدا، هي المصلحة يعني الأهم أو المصلحة العامة لدى الشعب الفلسطيني. هل بالفعل هذا التوافق سوف يولد كثير من الإيجابيات في الأونة المقبلة؟ أكيد أستاذي الكريم، ولكن الأهم في هذا السياق حتى على لسان بعض القيادات في معظم الفصائل الفلسطينية الآن بد من وقف إطلاق النار بكل الطرق وبكل المواقف في هذا التوقيت. يعني إذا أردنا أن نطاع فلنتحدث في المستطاع، ما يجب أن يكون شيء والممكن شيء آخر. حتى قال الشاعر العربي عنترة بن شداد: يخنقني هذا الممكن، هو بيخنقنا كلنا، لكن هو الواقع أو هو ما يمكن الحصول عليه. عشان كده أنا بناقش حضرتك فيما يمكن أن يكون. هل من المتوقع أي ضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار اللي سعادتك تتكلم عنه دلوقتي؟ وطبعا هي نقطة مهمة جدا ومحترمة جدا، وهي ما يهدف إليه الجهود المصرية كلها بالأخير في الآخر، يعني في آخر النفق. يعني خصوصا المجتمع الدولي، المجتمع الدولي في بداية الحرب يعني 100% مع الاحتلال الإسرائيلي وقولا، ويروج هذه الفكرة على وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاحتلال الإسرائيلي له الحق في دفاع عن نفسه. هذه أيضا في بداية الحرب، ولكن مع مرور الوقت شهدنا الاحتجاجات والتظاهرات سواء في بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، أسبانيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية رافضة هذا الأمر شكلا وموضوعا، ورافضة الإبادة الجماعية التي تتم من أو التي تتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم بأن الدعم الذي كان يقدم للاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي تقلص إلى حد كبير سواء على الجانب البريطاني أيضا الجانب الفرنسي، وشهدنا بعض المواقف. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية الحرب يقول لابد من تحالف دولي حتى يتم القضاء على حركة حماس، الآن هو يتحدث على وقف إطلاق النار ووقف هذه المجازر. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأهم كما ذكرت وأقررها يعني أكررها كثيرا معك أستاذ إيهاب، بأن الدولة الوحيدة الفاعلة على وقف إطلاق النار والقرارات التي هي قرارات من قبل الإدارة الأمريكية وهي لا تريد اليهودية. خليني طيب أتنقل مع حضرتك لنقطة تانية، المبادرة الفلسطينية تفاصيلها أن هي تتبنى مصر حوار وطني لدمج زي ما توقعت في السؤال اللي قبل كده، لدمج حماس ضمن منظمة التحرير الفلسطينية. طبعا ده مش هيعجب حماس، لان هي عايزة تبقى هي هتقول لو كانت منظمة التحرير حققت هذا النجاح اللي انا حققته كان يبقى من حقها كده. ده ربما تطالب حماس بدمج منظمة التحرير للفصائل الفلسطينية لكي تحكم هي. رأيك ايه؟ صحيح، اتفق معك استاذ ايهاب في هذه الرؤية التحليلية، لان كما الذي حدث يوم 7 أكتوبر الماضي يعطي لحماس أولويات كثيرة جدا، ويعطي لحماس أيضا بعض الافتراضات وبعض المعطيات وبعض الدلالات بعدم الموافقة حتى يتم الدمج مع السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية لعدة اعتبارات.
لما حققته في يوم السابع من أكتوبر وما زال تحققه على أرض الميدان من خسائر للقوة البشرية لدى الاحتلال الإسرائيلي. هذه أيضا جزئية مهمة جدا. الجزئية الأهم أخباركم الكريمة ألا وهي بأن الاحتلال الإسرائيلي الآن ليس قادر على أيضا قادر على يعني يا دكتور محمد أنا مقدمش غير الاعتذار لحضرتك. أنا آسف جدا لأنه أنا بسمع من كل جملة كلمتين والباقي بيطير بسبب الإنترنت. أنا بنتظر حضرتك إن شاء الله تشرفني في الاستوديو في القريب ونتداول الحوار بتفصيل أكتر، وربما يكون ظهر في المبادرة المصرية أو أي مبادرات. إحنا كل اللي يهمنا هو مصلحة الشعب الفلسطيني ووقف نزيف الدم الحالي. شكرا جزيلا دكتور محمد اليمني المتخصص في الشأن العربي ونائب رئيس قسم الشؤون العربية والدولية بمركز سعود زايد للدراسات. يعني مبادرات كتيرة الحقيقة، وكمان المبادرة الفلسطينية بتنص على تشكيل حكومة وفاق وطني وليس حكومة تكنوقراط. طبعا المبادرة المصرية بتقول حكومة تكنوقراط، يعني كل وزير عبارة عن شخص أكثر كفاءة من الآخرين في منصبه، وده اللي بتعمله دول العالم كلها. لكن برضو أنا عندي ملاحظة على حكومة وفاق وطني دي، هنرجع نلعب نفس اللعبة اللي بيلعبها حزب الله في لبنان، لأن حكومة الوفاق الوطني هات من ده شوية وهات من ده شوية، وده مصر على وزارة المالية وده مصر على الخارجية وده مصر على الحرب أو وزارة الدفاع. هنلف في ديلما ما بتخلصش. على العموم الأيام القادمة ستكشف عن مدى نجاح المبادرة الفلسطينية أو المصرية أو غيرهم، هنشوف. خلونا ناخد فاصل قصير ونرجع بعديه لمناقشة الاكتشافات الأثرية اللي حدثت بعون الله وبنشاط المصريين. البعثات المصرية دلوقتي بقت هي اللي بتقوم بالاكتشافات بمفردها، بعد ما كنا دايما نقول البعثة الأمريكية، البعثة الفرنسية، البعثة البريطانية. هنتكلم مع دكتور أحمد عامر في هذا الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل، خليكم معنا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا لتاني واخر فقرات الحوار لهذا اليوم. شرفني جدا يكون معايا فيها الباحث والخبير الاثري الدكتور احمد عامر. اهلا بك يا دكتور. يعني اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ ايهاب وبكل الساده المشاهدين على قناه ميسات. كل سنه وانت طيب. يعني كل سنه وانت طيب. اسمح لي بقى طالما احنا كل سنه وانت طيب ديت نهني فخامه الرئيس ان شاء الله ب 2024 قراصه البابا تواضروس الثاني بالسنه الجديده واخواتنا الاقباط، وبعيد كمان الميلاد المجيد. كل سنه بجد هم طيبين، يعني نسيج واحد وطن واحد. وانا بجد مبسوط معاكم ان انا في المناسبات والاحداث الهامه. واخر تقنيه عشان نخش على الفقره بتاعتنا، والدتي اقول لها كل سنه وانت طيبه، يعني وابوس ايديها ودماغها ورجليها، لان لولاها ما كنتش هبقى موجود في المكان اللي انا فيها. هي وش السعد ووش الخير، وايضا بنتي برضه وش السعد والخير. ربنا يديهم الصحه. كل سنه وهي طيبه. ربنا يديهم الصحه. وعلى فكره انا في شهر يناير اللي جاي ده ان شاء الله اكمل 10 سنين باجي ميسات. يا سلام. طب يعني ده حاجه جميله، ده شرف لينا. ده بيتي ده شرف لي انا. لينا. اهلا بيك يا دكتور. في اكتشافات أثرية كتير، يعني كنت دايما أقول كده إيه، ربنا بيكرمنا إحنا لما بدأنا نشتغل وفوقنا وبقى عندنا البعثات المصرية الخالصة وركزنا كده. الحقيقة برضو ما ننساش مجهود الدكتور وزير السياحة والآثار السابق، اسمه إيه؟ خالد العناني. دكتور خالد بذل مجهود كبير جدا الحقيقة، ومرشح لمنصب كبير جدا يونسكو. في اليونسكو. عشان كده دي كانت الإجابة، يعني معقولة خالد عناني بعد كل النجاحات دي؟ لا، ده هو ما تركنش، ده مرشحينه علشان مصر تاخد يعني تكسب أكتر في الفضاءات الدولية دي، ولو إنها ما بتعملش حاجة بس يعني أهو نبقى موجودين. طبعا يعني وطبعا الوزير الحالي أحمد عيسى. دكتور أحمد عيسى. يعني الحقيقة برضو تساءلنا أول ما جه وقلنا طب إيه علاقة السي آي بي والتسويق. طلع إن إحنا عندنا اكتشافات كتير وعندنا نجاحات كبيره جدا في الجزء الاثري، فاضل بقى كيف نسوقها. فالحقيقه عمل مجهود كبير قوي. خلينا نتكلم الاول كده، نعبر كده على اهم الاكتشافات اللي حصلت في مصر في 2023. يعني لو حسبناها طبعا طول السنه هنلاقي اكتشافات اثريه هامه جدا. لو جبناها مثلا من احدث حاجه
كان في مقبرة جحوتي إمحات اللي تم اكتشافها في أبو سير من حوالي شهر ونص شهرين بالتحديد. أي. دي طبعا من أهم المقابر الهامة جدا للكاتب. طبعا هذا الكاتب تم يعني وفاته عن عمر 25 عاما، طبعا حضر مرحلة هامة جدا في تاريخ الحضارة المصرية القديمة اللي هي الفترة بين الأسرة 26 و27. دي كانت فترة اضطرابات صعبة جدا في تلك الفترة، وحتى لما تم الكشف عن هذه المقبرة تم العثور على طبعا المقبرة يعني طبعا وصلت إليها اللصوص يعني. وصلت إليها اللصوص. اللصوص طبعا. أيدي اللصوص. زي كل المقابر. مش كلها، بس هي الحتة دي عشان طبعا كان في نبش بيحصل فيها. وفعلا وصلوا ليها. بس دي مهمة لأن المرحلة اللي حضرتك بتقول عليها بتصفها بالفوضى دي بتهيألي برضو فيها فوضى في تدوين ما يحدث، فما كان دايما يدونوا بالتفصيل لما يبقى الملوك مستقرين و فدي هتساعدنا إن احنا نحط إيدينا على مرحلة مهمة. أنا عايز أقول لك كمان إن هذه المقبرة تم اكتشافها بحالتها جيدة جدا، الرسوم كانت واضحة جدا. أي. معظم النقوش اللي كانت موجودة فيها بتتحدث عن نقوش دينية بحتة في المقام الأول، منها مثلا اللي هي ضد لغدات الثعابين في العالم الاخر. يعني اللي هي يعني نقدر مثلا يعني بتحوط على الموميا او مثلا بتديله الطمانينه في 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 هذه المقبره. لذلك حتى الكاتب نفسه ده طبعا الفتره دي كانت غائمه عنا يعني فتره كتيره جدا، ما عندناش برضه نقدر نقول ما يوثق هذه الفتره. فدي المقبره فتحت يعني نقدر نقول باب ان يبقى فيه كمان شغل كتير جدا عظيم. وحتى كانت فتحت كمان على مقبره تانية. يعني حتى معظم مقابر هذه الفترة فتحت كمان عن المقابر اللي موجودة في عصر الأسرة 27، لأن ده معظم هذه المقابر وثقت مثل هذه الفترة المضطربة. وهو طبعا هذا الرجل حتى طب احنا وصلنا لفين في المقبرة ديت؟ هل تم إعدادها أو فتحها للزائرين ولا وصلنا لا هي لسه لا هي هي لسه لحد هذه اللحظة لم يتم إعدادها وفتحها للزائرين. هي لسه بيحصل فيها توثيق أثري. هي فين بالظبط؟ في أبو صير. فين ابو سير ده حضرتك اللي هي جبلت منف قبل سقاره؟ قبل سقاره ده القاهره يعني تعتبر جيزه يعني هي في الجيزه فعلا بالفعل. كويس خالص. وطبعا ابو سير اصلا من اهم الاماكن الاثريه برضو اللي ما خدتش حقها في الاكتشافات. طب ايه كمان تم الاعلان عن اكتشافه في مصر؟ يعني برضو تم الاكتشاف ايضا على 8 مخازن في اثريه تمكنت منها البعثه الاثريه المصريه المشتركه بقياده الدكتور محمد اسماعيل. برضو في تم العثور على 8 مخازن اثريه في مخازن مكتشفة ديت طبعا في مع في هرم ساحوراء. الهرم ده كان اتكلم عنه احد الرحالة او احد العلماء سنة 1833. بتتكلم طبعا في فترة كبيرة جدا 19. بالفعل. وممكن ده طبعا موجود فين ساحوراء؟ ده ساحوراء ده برضو من احد الاهرامات اللي موجودة الهامة جدا، موجود برضو في ابو صير. اللي طيب. كشفين كانوا ورا بعض. طيب خليني اعرف منك بقى الى اي تاريخ مش عصر ترجع اللي يرجع الاكتشافين؟ يعني المقبره الاولانيه بتاعت الكاتب دي كان تقريبا سنه كام قبل الميلاد؟ يعني بنتكلم للقرن الخامس للسادس قبل الميلاد. يعني ده اللي هي الاسره اسره متاخره 26 27 عصر متاخر. تمام. لكن ساحوراء ده الفتره اللي تم تاريخها اللي هي الفتره من 2560 ل 1420 قبل الميلاد، عصر الاسره الخامسه اللي هي القرن 25 قبل الميلاد. يعني الفتره اللي حصل فيها بناء معابد الشمس. طب ايه المخازن دي؟ يعني كانت عباره عن ايه؟ اتوجد فيها ايه؟ ايه فايدتها يعني؟ هذه يعني المخازن الناس هتخش تتفرج على اوض فاضيه ولا ايه؟ على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، المخازن دي اصلا دلوقتي بيتم اعدادها الناس تتفرج عليها، لان كان بيتم تخزين كل ما هو هام خاص بالملك، لان هي موجوده في في في, في, في الهرم نفسه. مخازن في قلب الهرم او في جسم الهرم. يعني هل متاع مثلا اساس ايه الحاجات اللي كان بتخزن؟ هو بتخزن كل ما يتعلق بالملك، ممكن متاع جنزي، اساس جنزي، حاجات اللي كان ممكن بيتعامل بيها، حاجات اللي كان بياكل بيها. هي دي اسمها المخازن اللي بيتم وضع فيها كل ما يتعلق بحياه الملك او كل ما كان في حياته. هل في تصور ان احنا نعمل بروتوتايبس كده، نماذج، ونحطها عشان الناس تبقى فاهمه بدل ما تخش تلاقي اوضه فاضيه كده نقول لهم دي المخازن اللي كان بيبقى فيها كذا؟ لا طبعا لا طبعا. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان كمان في هذه المخازن تم اكتشاف الاواني الكنوبيه. الاواني الكنوبيه دي حضرتك حط فيها الاعضاء عشان الاعضاء الاخر. بالفعل. ايوه اللي كان بتستخدم في التحنيط. فطبعا دي كمان من الاواني الهامه جدا اللي طبعا ما حدش كان بيستغنى عنها
في بالذات الملوك عشان طبعا حياه ما بعد الممات كما يطلق عليها. هل 2500 سنه قبل الميلاد يعني حوالي 5000 سنه دلوقتي طبعا. هل في رسوم واضحه على جدران هذه المخازن؟ لا هي ما هي لا ما فيش رسوم واضحه على جدران. لا لا ما كانتش مزخرفه ما كانش فيها مزخرفه لكن هذه الامور بتوضح لك قد ايه الناس دي كانت دقيقه جدا وكانت بتعمل الحاجه لغرض فيما بعد وليس في الوقت اللي هم موجودين فيه. فعشان كده اللي احنا بنتكلم حتى الممر نفسه المنخفض اللي ادى هذه المخازن ده كان مذكور. شوف حضرتك بنتكلم من 200 سنه بس طبعا حصل تنظيف من قبل البعثه واستطاعوا ان هم يوثقوه وهيفتحوا للزياره فيما بعد الفتره اللي جايه. هل احنا لدينا وسائل تكنولوجيه جديده تمكننا من الحفر اعمق والحفاظ على الاثر؟ ما نجيش نحفر نروح هدين حيطه مثلا او كده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اصل الحفير ديت حاجه صعبه جدا بالنسبه للناس فاهمها طبعا، على اعتبار ان النهارده انت بتنزل طبقات فانت طبعا لو جيت انت كل ما يهمك انك تبتدي تتاكد مثلا هذا المكان اذا كان فيه اثار ولا لا لكن انت بتبتدي بتحفر بادوات بسيطه جدا وده شغل الجميع العلماء على مستوى العالم. ما حدش بيحفر الا مثلا بمسطرين بينضف بفرشه. الموضوع بيبقى صعب جدا لان انت النهارده ممكن لو حفرت مثلا باستعجال ممكن تكسر اثر تدمر اثر. وغير كده كمان المدن اللي هي خاصه بالدول ذات الفيضان زي مصر دي فيها فوق بعضها مدن فوق بعضها فانت ممكن تيجي تدور على حاجه تبوظ حاجه تانية يعني. ده بالفعل. الحاجه التانية اللي عايزين كمان نخلينا الساده المشاهدين تبقى فاهمها ان سقاره نفسها كسقاره لم يتم اكتشاف سوى ال 4 ل 5% وده حاجه لان المنطقه بك فانت هتلاقي فيها اثار مهوله بخلاف يعني ممكن الناس تسال بقى سؤال يعني احنا بنتكلم على جبانه منف. جبانه منف دي حضرتك اللي هي من نفر او انب حج اللي هي الجدار الابيض او من نفر اللي هي دائما جميله دي حضرتك بتبدا من ايه؟ من ابو رواش شمالا مرورا بقى باهرامات الجيزه ثم ابو صير ثم سقاره. دي الجبانه العاصمه المركزيه في عهد الاسره القديمه او الدوله القديمه بالتحديد. يعني احنا ممكن نكتشف مدينه تحت يعني هتكتشف كتير جدا. ناس ممكن تقول لك طب ليه هم مثلا تركوا مثلا اهرامات الجيزه المنطقه اللي فوق اهرامات الجيزه وراحوا مثلا لابو صير وراحوا مثلا او مين اللي ترك؟ المصريين القدماء مبدئيا هم تركوها لسبب لان كانت تم ازدحامها اسمها جبانه فطبعا ما فيش مكان يبنوا فيها. وبعدين الهرم الهرم ده بتاع الملك ده بيدفن فيه الملك بس مش هندفن فيه على فكره حتى يعني. الموضوع ده ما بقاش صحيح زي الاول ان هو اللي معمول لمقبره في كلام فيه دلوقتي ان هو مش مقبره فقط يعني لكن ما فيش حد مدفون فيه طب يعني. لا لا ما فيش لم يتم العثور على مومياوات فيه. طيب ايه كمان من الاكتشافات المهمه اللي نتوقع ان احنا مش بس تفيدنا علميا وثقافيا لكن نتوقع انها تجذب سياح كتير؟ هو في كشف يمكن ده اهم كشف اثري في القرن الواحد والعشرين اللي هو اكتشاف ممر هرم خوفو. ده كشف رهيب هياخدنا الحاجة. وده كان في 23 في 23 في منتصف 23 كان في شهر 5 او 6 على ما اذكر. كويس ده ممكن من اهم الاكتشافات اكتشاف ممر في هرم خوفو. الموضوع ده طبعا لان طبعا ناس كتير عايزه توصل يعني المقابر اللي موجوده في هرم خوفو والغرف المغلقه والسراديب والكنوز طبعا يعني انت بتتكلم بقى انت عارف حضرتك تكتشف يعني ممر في جسم هرم خوفو ده يمكن ده اعظم بناء على حجري حد هذه اللحظه طبعا. ومن عجائب الدنيا السبع القديمه اصلا. لكن لم يتم استثمار هذا الاكتشاف بعد هذه اللحظه لم يؤدي الى لم يؤدي الى فعلا يعني لكن هم اكتشفوا الممر بس هيوصل لفين لسه محدش لا هيوصل لكتير. كما كمان اكتشف صاله نسخه مش موجود منها الا في فرنسا وهم بينظفوا في معبد دندره زودياك. زودياك ده اللي بيسموه علم الابراج ده طبعا تم اكتشافه في معبد دندره في السقف اثناء التنظيف والترميم. يعني ايه بالراحه كده عشان نفهم حضرتك في صاله في معبد اللي تم اكتشافه بالظبط؟ الزودياك الصاله. صاله فيها ايه؟ زودياك اللي هو ايه الزودياك؟ اللي هو علم الابراج. ايوه ماشي يعني هل ده منقوش؟ هل ده مرسوم؟ هل ده قطع؟ لا إيه؟ منقوش في السقف. إيه ان هو يعني كل مقسمين السنه لعدد من مزبوط. فعلا؟ مظبوط على فكره هو اصلا موجود العلم ده موجود علم الابراج ده موجود عند المصريين القدماء اصلا. وفي وعلى فكره ديت يمكن في صاله زيها موجوده في فرنسا او نسخه منها موجوده في فرنسا من تغدى من مصر فهم بالصدفه في اللوفر ولا في فرنسا في لا أو في متحف اللوفر معروضه مش عايز اقول لحضرتك وهم بينظفوا اثناء عمليه الترميم في المعبد وفي السقف اكتشفوا هذه الرسومات. ودي ترجع لسنه كام تقريبا؟ هو معبد دندره اساسا كان مبني اصلا عن قد حاجه مصريه قديمه. احنا مثلا بنتكلم في العصر اليوناني يعني تقريبا يعني مثلا بنتكلم يعني 2000 سنه ولا حاجه يعني ده ما يقلش مثلا عن 2200 2100 في الحدود دي ما اليوناني من 2500 كده ل 2000 في الرينج ده بالظبط. فطيب بتتكلم في حاجه كبيره. هل في حاجه ثانيه مهمه تم اكتشافها مثلا المومياوات الكثيره اللي تم الكشف عنها دي؟ الكشف الهام جدا برضه في المنيا
طبعا تم اكتشاف طبعا كميه مومياوات او توابيت مزخرفه بشكل زي يعني تشبه اللي تم اكتشافها في سقاره. طلع في حالتها جيده جدا واثار كثيره جدا فيها، ودي من الحاجات الهامه جدا ان النهارده بقينا بنكتشف توابيت خشبيه بحالتها في اماكن متعدده من الدوله المصريه. وفيها مومياوات؟ وفيها مومياوات محفوظه. يعني طلعوها بمواياتها بالصناديق الخشبيه بتاعتها. دي بترجع بقى لعصر اتون بقى عصر الدوله الحديثه؟ لا مش ما نقدرش في الدرجات. لا لا لا، اصل كلمه عصر اتون هو اولا اخناتون في عهد الدوله الحديثه. احنا بنصنف الملك للدوله اللي بينتمي اليها. يعني تقريبا سنه كام برضه عشان الناس؟ احنا مثلا بنتكلم في 2000 وشويه برضه، اكتر من 2000 سنه. طبعا موضوع مهم بس جدا. الميزه فيها انها طالعه بحالتها وكمان اخناتون الحضاره بتاعته مختلفه، يعني مختلفة في تماماً. فكره البيك والحضاره بتاعت مدرسه الحقيقه، يعني موضوع مختلف طبعا بالفعل. يعني انت بتتكلم على خرطوم في فكر تاني خالص، يعني التوحيد وكلام. ممكن يضيف جوانب للصوره الفرعونيه كلها يعني، وما لازلنا مستمرين. يعني انت النهارده ممكن تلاقي اكتشافات لسه هيتم الاعلان عن اكتشافات اثريه. طيب احنا بما ان يبقى لنا اقل من 5 دقائق، عايز اعرف منك اخبار المتاحف ايه؟ يعني المتحف الكبير اخباره ايه؟ المتحف الكبير تم الانتهاء بنسبه 95% منه. اتعمل الممشى السياحي اللي بيربط منطقه اهرامات الجيزه مع المتحف المصري الكبير شغالين فيه حاليا. المتحف يستهدف ده اللي مبهدلنا واحنا جايين من اسكندريه، ده لسه مش لاقيين لها حل. مش هقول كده. لا ما هو ده الحقيقه، ما لازم برضه دلوقتي ما بين ده وده، بس اكيد يعني لسه الفتره اللي جايه يا اما كباري يا اما انفاق اكيد. عشان دي كلها تبقى ماشي. هم شغالين فيه؟ لا هو هيبقى يعني كباري ان شاء الله، لان حاجه اسمها البانوراما وكلام من ده. هو المتحف يستهدف 5 مليون زائر سنويا، هيضم ما يقرب من 100,000 قطعه. هيتم بالفعل طبعا تم وضع الدرج العظيم وتم افتتاحه، واتعمل فيه معرض عنخ امون التفاعلي. اتعمل حاجات كتير في الساحه اللي بره. طبعا المسله المعلقه اللي هي هتبقى فريده طبعا، دي حاجات من الحاجه اللي موجوده في المتحف المصري يعني الكبير. يعني ايه مسله معلقه؟ حضرتك يعني المسله مش تبقى واقفه على الارض، هتبقى معموله بحبال ومشدوده. بجد؟ والله بوايرز باسلاك زي الفرزانو كده اللي هو الكباري اللي معلقه. بالفعل احنا عندنا منها فروض الفرج وفي كذا حته. هو بقى معموله بالفعل المسله المعلقه ديت. دي هتبقى محتاجه دروس، يعني دراسات اتزان عبقريه عشان تبقى واقفه كده. لا وغير كده كمان ده هيعملوا كمان حديقه نباتات زي اللي كانت مزروعه في عهد المصريين القدماء في المتحف. عظيم. وطبعا مركز ترميم عالمي في المتحف. هل احنا ان شاء الله 24 بصدد الافتتاح؟ ان شاء الله بنسبه كبيره. لا في خطه محدده ان شاء الله انه يفتح 24. طبعا خلاص يعني. طيب 95% يعني خلاص. اصل احنا لازم قبلها بخمس ست اشهر نبتدي نعزم الناس وكده. ده افتتاح عالمي. لا مش حول الميعاد، بس احب افتتاح عالمي ما قلش عن موكب المومياوات. حاجه طبعا برضه التطوير. لا موكب المومياوات ايه؟ موكب المومياوات كان عبقري، لكن ده لازم يبقى اكثر. هيبقى اكثر منه بس هو مش هيقل، هيبقى اعلى منه. احنا بنمشيهم من هنا لهنا. لا بس ده مومياوات ملكيه. ايوه ماشي، بس يعني المتحف ده العالم كله مستنيين. اكبر متحف مستنيين يعني. طب ايه كمان انت قلت لي قبل الهواء على طول في متحف امن حطب؟ ام حطب مش امن حطب. ام حطب. ام حطب ده اللي هو عمل المجموعه الهرميه الكامله للملك زوسا، وهو الطبيب والمهندس في نفس الوقت. ده اسمه يعني القادم في سلام. هو المتحف ده موجود في مدخل سقاره، بيحوي 286 قطعه اثريه، اشهرها على الاطلاق مومياوات الملك ميري ان رع. ده يمكن اقدم مومياء ملكيه تم العثور عليها محنطه في التاريخ. ترجع كده لقد ايه؟ يعني بنتكلم على الاقل فوق 3000 سنه. ما ده اسره. هو ام حطب ده هو اللي عمل الاهرامات كمهندس؟ مجموعه زوسر الهرميه اللي فيها زوسر اللي هي المدرج. المدرج اقدم بناء حجري في التاريخ. هو اصلا المتحف اصلا اتفتح المتحف ده؟ المتحف اتفتح يوم 3 ديسمبر 2023، يعني من عايزين نشوف 24. حاجه خطيره جدا، عايزين نروح نصوره. مش عايز اقول لحضرتك حاجه خطيره معمول جدا، معمول برضو بتكنولوجي حديث زي متحف القومي وكده. سلايد يعني سلايد شو محترم جدا. تكييف مركزي، حاجات لذوي الهمم، الاضاءه بشكل رائع جدا، تنظيم القطع الاثريه. تم كمان يوجد بيه كمان يعني اقدم مومياء، يوجد بيه كمان القاعده الحجريه اللي منقوش عليها القاب الملك المهندس ام حطب في تلك الفتره. وام حطب ده كان ملك؟ لا، القاب المهندس ام حطب. اللي هو كان في عهد الملك زوسر. تمام. وهو كمان كان وزير الملك زوسر في تلك الفتره. هو كمان هذا الشخص يعني كان كمان يعني طبيب. وعندنا كمان في هذا المتحف في اقدم ادوات جراحه للطبيب قار. عندنا كمان اواني طبعا موجوده تم العثور عليها في جسم هرم زوسر نفسه. ايضا هنشوف كمان اللي هيروح هناك ويشوف عايز هيلاقي كمان قاعه البعثات اللي موجود فيها نتاج البعثات المصريه في الفتره اللي اشتغلت فيها كل البعثات. وطبعا فيليب جان فيليب لوير ده اللي هو كان اصلا سبب من اسباب انشاء متحف ام حطب في سقاره. ده راجل ليه القاعه اللي هي رقم 2 فيها كل اشتغل. طيب. 75 سنه في سقاره الراجل ده. انا فاضل لي دقيقه. عايز اعرف منك فيها حاجه مهمه جدا. طبعا
ماذا تتوقع بالأرقام للسياحة الثقافية أو للسياحة في مصر بعد كل المجد اللي احنا بنحكي عليه بقالنا نص ساعة ده؟ احنا بقالنا مش نص ساعة أوي يعني ما بس بضحك عليك عشان تهيألك انها نص ساعة يعني يعني احنا جبنا السياحة طبعا ما يقرب من 13 مليون من 13 مليار دولار الفترة ديت السنة دي كلها تقريبا. السنة الجاية هتبقى فيه أكتر إن شاء الله مع افتتاح المتحف المصري مع افتتاح مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين. عندك كمان حاجة وده كمان متوقع افتتاحه في 24 ده أكيد هايل ده بقول لك فيه يعني شغل كتير معمول طبعا تطوير منطقة آثار الهرم خلاص المرحلة الثانية قربت على الانتهاء خالص الوزير برضو كان فيها موجود برضو امبارح ووزارة المتحف المصري فأنا شايف إن الموضوع هيعدي هيتفوق ممكن مثلا نوصل إن شاء الله 20 مليون زائر السنة اللي بتاعت 2024 وده على الأبواب اسمح لي يعني 20 مليون زائر ادي لك 20 دقيقه بعد كده يعني هي قليله يعني بالنسبه لمصر انا بقول لك بصراحه لان مصر التي تستطيع ان تقود السياحه الثقافيه في العالم والسياحه الشاطئيه نورتني بس قبل ما نختم اسمح لي ان اسلم على كل اسره ميسات اللي اعرفهم من 10 سنين واللي في القناه واللي مشي اقول لهم بجد كلكم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيد علينا كلنا كتر الف خيرك دكتور احمد عامر واسع المعرفه ويعني كنز زي الكنوز الاثريه اللي بنكتشفها شكرا جزيل الشكر يا فندم ويا رب ندخل كده السنه الجديده واحنا يعني شايفين امل في كل حاجه اهو ملف زي ده مع جهدنا وقبل جهدنا وبعد جهدنا ربنا بيبارك لنا ان احنا نكتشف حاجات ونعرف بلدنا ايه ونرص ازاي ونجيب الناس ازاي ان شاء الله نشوفكم بكره في حلقه نهايه الاسبوع تصبحوا على كل خير.